اعتقد اجى الوقت اللي حرد فيه على سؤال كلب تنصح تربيه. وركزوا معاي، ما قلت حجاوب، قلت حرد. انسألت عن هذا السؤال يمكن 150 مرة في آخر 48 ساعة، والكل حابب يعرف شو هذا الكلب اللي لازم الواحد يقتنيه ويربيه وتستخدمه ويمكن يكون ايدك اليمين. الجواب من هلأ ما بعرف، حشرح، مش جاي اضيع وقت اي حدا. اول شيء انا ما عندي كلب، فانا كيف حنصحك نصيحة انك تربي كلب وانا هذه النصيحة نفسها مش ماشي عليها؟ ثاني شيء، انا تكلمت عن اكثر من يمكن 70 كلب، وكلهم فيهم ميزات وفيهم عيوب، وانا دوري انبهك عن الاثنين عشان بالاخر انت تختار الانسب لإلك. فانا ما بعرفك معرفة شخصية وما بعرف حتى اي شيء عنك. يعني مثلا بحب اعرف كم عمرك، اذا ساكن في بيت ابوك ولا متزوج وساكن في بيتك، واذا عندك اطفال، وكيف جدول عملك، متى بتكون في البيت، وكيف انت في يومك العادي بتطلع بتمارس رياضة ولا بتنام. واهم شيء بصراحة العمر، لانه مش معقولة واحد لسه بياخد المصروف من ابوه بده يجيب كلب يربيه ويصرف عليه، مش منطق. لو ابوه شاورني ممكن احكي معاه لانه معاه فلوس وحيقدر يصرف، بس ولد عمره 11 سنة يعني لشو بدك الكلب؟ يعني يحميك من شو؟ من صاحب الدكان؟ لكن ممكن في المستقبل اتكلم عن كلاب انا شخصيا ممكن اربيها وبتناسبني، بس بالاخر هذا ما راح ينطبق على كل شخص. فعشان هيك هذا السؤال جوابه صعب، وصعب كثير.